مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب لا توجد مسيحيه بدون الصليب فالصليب هو روح وحياه الايمان المسيحي بل كل العقائد المسيحيه تثبت او تسقط على اساس الصليب إذا نزعنا الصليب من الإيمان المسيحي تسقط كل العقائد المسيحية الأخرى فالخلق والميلاد العزراوي وحياة المسيح وقيامته والمعمودية والعشاء الرباني والكنيسة كل هذه العقائد لا يوجد ولن يوجد لها قيمة إذا نزعنا الصليب او اذا لم يكن المسيح قد صلب ومات من اجلنا الا انه الصليب منذ بدايه المسيحيه وهو عرضه للرفض سواء من اليهود الصليب بالنسبه لهم كان حجر عثره لانهم كانوا ينتظرون المسيح المخلص الذي ياتي لكيما يطرد الرومان ويؤسس مملكته فصار الصليب بالنسبة لليهود عثرة، وبالنسبة أيضاً للأمم لليونانيين صار جهالة لانه كل فكرهم هو كان منشغل بالفلسفه وبكلام ال الكلام الفوق الطبيعي ميتافيزيكس وبالامور الاخرى لكن لما تيجي تكلمهم عن المسيح الذي صلب من اجل خطايانا وقام من اجل تبريرنا يصير الكلام في نظرهم كجهاله كويس لكن ايضا سواء اليهود أو الأمم لسنين طويلة بل لمئات السنين لم يستطع أي واحد منهم سواء اليهودي أو الأممي أن ينكر حقيقة صلب المسيح في فرق كبير بأن إن إن أقبل أن المسيح مات كويس من أجل خطاياي لكي ما يخلصنا وفي فرق كبير بين دون وبين أن أنا أنكر حقيقة صلبوا من الناحيه التاريخيه كحدث فاليهود يؤمن ان اليهود يؤمن ان يسوع المسيح الذي عاش من 2000 سنه في اليهوديه وكان يقول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس يؤمن اليهود ان المسيح قد صلب لانه هم اللي حكموا على اليهود وشهود العيان سواء كانوا موجودين في الامه اليهوديه كتبوا عن هذا الامر وايضا الوثائق التاريخيه اليهوديه كتبت عن هذا الامر اليونانيين كمان نفس الفكر اليونانيين لا يستطيع احد منهم ان ينكر حقيقه انه وجد انسان في اليهوديه وعاش هذا الانسان وحكم عليه بالصلب والموت وان له اتباع كثيرين في كل المسكونه متشتتين في كل مسكونه يعبدون يسوع المسيح الذي صلب كويس الا انه بعد ستمائه سنه من صلب المسيح اتى من ينكر تاريخيه الحدث نفسه ويشك في حدوثه كحدث تاريخي وهنا ده موضوع حلقتي النهارده الشيخ منقذ السقار وحقيقه صلب المسيح وخليني احط المشكله المشكله الاساسيه او مشكله الاسلام مش هي مشكله مش مشكله الدكتور منقذ السقار. الدكتور منقذ السقار بيمثل ايمان معين كويس هو الايمان الاسلامي ومشكله الاسلام مع حقيقه صلب وموت المسيح هي كالاتي: الفشل في تقديم دليل واحد يؤكد عدم صلب المسيح. يعني يعني أنا هشرح النقطة دي الموقف الإسلامي هو اللي ضعيف هو اللي يحتاج إنه يبرهن على إنه المسيح لم يصلب أما الموقف المسيحي على مدار التاريخ ومئات السنين قبل ظهور الإسلام وبعد ظهور الإسلام هو الإيمان بأن المسيح قد صلب في اليهودية وإنه مات ودفن وإنه قام وظهر فالمشكله اللي عند ال 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 الاسلام هي الفشل في تقديم دليل واحد كويس دليل واحد اللي نحطه هنا الفشل في تقديم دليل واحد يؤكد صدق الروايه الاسلاميه صدق الروايه الاسلاميه اه فلما نيجي هنا بقى نشوف هوضح دي باكتر براهين صلب المسيح اذا اتكلمنا عن براهين صلب المسيح براهين صلب المسيح من الجانب المسيحي وفي الجانب الاسلامي هنحط الاثنين قدام بعض وهنشوف كويس اذا جينا الى الجانب الاسلامي هي فقره فقره يمكن مش ايه كامله لكنها فقره وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هي دي طيب مفيش اي اجزاء اخرى مفيش اي اجزاء اخرى موجوده في القران تؤكد هذه الحقيقه مفيش دليل منطقي مفيش دليل تاريخي مفيش دلائل حتى يعني موجوده هنا او هنا براهين اخرى لا هو دون ادي النص اللي بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لا خليني احطها بالطريقه دي لا يوجد كلمه لا انا حطيتها بالحجم الكبير لا يوجد دليل واحد تاريخي منطقي يتناسب مع الحدث من شهود عيان عاشوا أيام الحدث من كتابات قديمة موجودة بقالها 600 سنة والعمرها أكثر من 600 سنة لا يوجد دليل واحد استطاع الإسلام أن يقدمه دليل منطقي أو تاريخي استطاع الإسلام أن يقدمه لكي ما يبرهن على صدق الرواية الإسلامية أو القرآنية أن المسيح لم يصلب وده دي واضحه يعني دي بالنسبه لي دي الورطه الكبيره عشان كده ال ال لما يجي حد يقول لي برهن على انه المسيح قد صلب انا عندي براهين كثيره المشكله في ادعائك انت اللي جاي بعد 600 سنه تقول لي ان المسيح لم لم يصلب زي ما بالظبط يعني في مره قلت ال ال التصور ده وان انه الحمله الفرنسيه على مصر وانه كتب كثيره سواء كتبت من فرنسا من منظور الفرنسي من محللين فرنسيين من من موثقين للتاريخ الفرنسي من كل الادباء حتى كتبوا روايات مرتبطه بالحمله الفرنسيه او من ناحيه الجانب المصري كتب اتكلمت اتكتبت في مصر باللغه العربيه بتتكلم عن الحمله الفرنسيه وعن مساوئها وعن نتائجها وعن كل الاشياء الاشياء دي كتب ومراجع موجوده بتتكلم عن الحمله الفرنسيه اللي كانت من 150 سنه او اكتر كويس واجي انا النهارده اللي انا ما كنتش معاصر للحمله الفرنسيه وعندي مئات الكتب اللي مكتوبه بالفرنساوي واللي مكتوبه بالعربي واللي يمكن كتبها مؤرخين اخرين المان وانجليز لتاريخ العالم كويس واجي انا النهارده واروح كاتب كتاب واحط فيه عباره واقول الحمله الفرنسيه دي ما تمتش ما كانش في حاجه اسمها الحمله الفرنسيه على مصر حاجتين يا اما انه انا يعني سوري في اللفظ مش فاهم حاجه يا اما انه انا شرير بحاول اخبي حاجه واقول ضدها كويس فلا يوجد دليل على المدعي ان المسيح لم يصلب طب اذا جيت بقى الى المسيحيه. المسيحيه آه نجد ادله مئات الادله مش مش دليل واحد، مئات النصوص. اجي على شهاده الرب يسوع المسيح نفسه. اتكلم الرب يسوع مرات ومرات ومرات عن حقيقه صلبه، ان ابن الانسان ينبغي ان يذهب ينبغي ان يسلم ينبغي ان يحكم عليه ابن الانسان سيحكم عليه بالصلب وفي اليوم الثالث يقوم ابن الانسان يستهزئون به يجلدونه نصوص كثيرة أكثر من يعني مرات كثيرة اتكلم الرب يسوع من متى 16 ومن عدد 21 يقول من ذلك الوقت ابتدأ يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم يعني الرب يسوع حط السيناريو نفسه سيناريو الحكم عليه والصلب وما بعد الصلب حط هذا السيناريو سيناريو هو قال كده مش مره واحده اكتر من ست مرات الرب يسوع اتكلم مع تلاميذه عن حقيقه صلبه وموته وقيامته في اليوم الثالث طيب دي دي ده جزء الشهاده بتاعته هو دي جزء جزء اخر شهاده الاناجيل الاربعه الاناجيل الاربعه طبعا الاناجيل الاربعه الاناجيل الاربعه مخصصه مخصصه 40% من حجمها من حجم اللي مكتوب فيها للاسبوع الاخير من حياه الرب يسوع. يعني يعني انجيل انجيل متى أربعين في المية من سوري ثلاثة في المية من نسبة الإنجيل مخصصة للأسبوع الأخير إنجيل مرقس سبعة وثلاثين في المية من نسبة الإنجيل مخصصة للأسبوع الأخير إنجيل لوقا خمسة وعشرين في المية مخصصة للأسبوع الأخير إنجيل يوحنا اثنين واربعين في المية من نسبة الإنجيل مخصصة للأسبوع الأخير كما يوجد في العهد الجديد أكثر من مية خمسة وسبعين آية مباشرة تتحدث عن حادثة الصليب وموت المسيح كحقيقة تاريخية أنا لسه ما اتكلمش عن العهد القديم أنا بس بتكلم عن بعض الأدلة اللي موجودة عندنا إحنا كمؤمنين بموت المسيح وقيامته كويس فشهادة الأناجيل الأربعة ايه تاني؟ شهاده الفرائض المقدسه. من امتى بدات الفرائض المقدسه؟ بدات الفرائض المقدسه سواء العشاء الرباني او المعموديه مع بدايه الكنيسه، من سفر اعمال الرسل ومن اصحاح اثنين بنجد على طول اللي امنوا بالمسيح اعتمدوا واللي امنوا بالمسيح كانوا يجتمعون ويكسرون الخبز. طب المعموديه والعشاء الرباني الاثنين مؤسسين على فكره وحقيقه واحده وهي موت المسيح من اجلنا وقيامه المسيح ده هو بنفسه قال هذا هو جسدي الذي يكسر من اجلكم وهذا هو دمي الذي يسفك من اجل غفران الخطايا إمتى بدأت؟ دي ما بدأتش مثلا 200-300 سنة بعد الـ الـ بعد حياة المسيح دي بدأت على طول مع بداية الكنيسة مع حلول الروح القدس في يوم الخمسين يعني بعد خمسين يوم من موت المسيح ما أعتقدش إنه حد هيبقى ناسي خمسين يوم دي وقت قليل جدا أقل من شهرين واضحه الفكره اللي عايزه اوصلها وانا نفسي المقارنه دي تبقى واضحه في في ذهننا تعاليم الرسل العهد الجديد كله بولس بيتكلم بكثافه كبيره عن موت المسيح بطرس بيتكلم بعمق عن الام المسيح وعن موت المسيح المسيح الذي تالم من اجلنا حتى سفر الرؤيا بيتكلم عن الخروف المسبوح الذي ذبح من اجلنا تعليم الرسل ما فيش رسالة تخلو من الإشارة إلى الصليب شهادة علم الأثار سواء المرتبط ببيلاطس كويس اه. والتاريخ بيلاطس كحاكم لليهودية كويس ودي موجودة لآثار وأنا ذاكر الأشياء دي كلها في الكتاب المسيح من هو كويس ممكن حضراتكم ترجعوا له بالنسبه الى ايضا القيافه حتى قيافه رئيس الكهنه عندنا اثار موجوده باسمه فدي كلها الاثنين دول اشتركوا في صلب المسيح شخصيات تاريخية كتب عنها الإنجيل وكتب عن دورهم في الحكم على شخص يسوع المسيح وعن صلبه ماذا عن الشهادات خارج الكتاب المقدس؟ وأعتقد أنه في كتاب ترجم بالعربي المسيح خارج الكتاب المقدس وأتمنى إنه أن الشيخ منقذ وغيره من المهتمين بمقارنة الأديان والأمور دي أنه يطلع على هذا الكتاب لأنه كتاب دوان كتاب وثائقي بيتكلم عن وثائق يهودية وبيتكلم عن وثائق رومانية بتتكلم عن شخص المسيح دول أعداء سواء اليهود أو الرومان مع بداية الكنيسة والمؤرخين الرومان كتبوا عن صلب المسيح وأيضا يوسيفس وغيره من المؤرخين اليهود كتبوا عن المسيح المصلوب يعني مش بس الشهاده جايه من جوه الاناجيل ده الشهاده جايه من بره ايضا الاناجيل خلوا بالكم من الجدول ده الجدول اللي قدام حضراتكم ده كويس يعني الجدول ده لو جينا للتفاصيل تفاصيل كتيره تحت كل نقطه من النقطه اللي انا ذكرتها الخاصه بالمسيحيه اما الموقف الاسلامي فزيرو زيرو ما فيش لا تاريخي ولا منطقي ولا نصي ولا اي حاجه يعني يعني يا مثلا يجدوا مخطوطه مثلا بتعود للقرن الثالث او الرابع الميلادي والمخطوطه دي تقول ان المسيح لم يصلب ما عندهمش او ترجمه من الترجمات للكتاب المقدس مثلا بتنفي صلب المسيح فيش أو حتى حتة حجر موجود مكتوب عليه أن المسيح لم يصلب بيعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي ما فيش ده حتى بيوت المؤمنين يعني, يعني الكنيسة زمان ما كانتش في مباني ضخمة زي ما احنا بنشوفها النهاردة الكنيسة كانت في البيوت في رسومات على في البيوت نفسها يعني في بيت معروف يطلق عليه بيت بطرس في كفر نحوم البيت البيت ده في في رسمه للصليب في عندنا موزايكس بعض القطع المعموله بالمزايك اللي هي زي السيراميك بس مكون من اجزاء صغيره جدا بتعود للقرن الثاني الميلادي وعليها وعليها اشاره الصليب حتى المؤرخين الرومان كانوا يتريقوا على المؤمنين المسيحيين ويقولوا عبدة المصلوب فما فيش فازاي ازاي المنطق ازاي عشان كده الجزء اللي جاي هتكلم عن المنطق المعكوس هناك منطق معكوس المنطق المعكوس ده بيقول ايه بقى شوفوا الجزء ده منطق المعكوس بيقول: إذا اختلف ده, ده المنطق الإسلامي، وأنا بسميه منطق معكوس. إذا اختلف نص كتابي مع نص قرآني كويس؟ يكون الكتاب المقدس قد حرف والنص القرآني هو الصادق. على أي أساس؟ معرفش. يعني دايماً دايماً في أسس يبنى عليها الصدق ويبنى عليها الكذب صح؟ يعني انا انا النهارده لو لو مسكت اي نص وحللت هذا النص ورحت حاكم عليه لا ما دام انا عندي نص اخر بيقول غير كده يبقى النص ده غلط، طب بأي منطق؟ بأي منطق؟ إيه؟, ايه؟ الاسس اللي انت بتبني عليها؟ كويس؟ الحكم مفيش. خلينا اكمل العباره دي، كويس؟ إذا اختلف نص كتابي مع نص قرآني يكون الكتاب المقدس قد حرف والنص القرآني هو الصادق فالكتاب المقدس يقول أن المسيح قد صلب أما النص القرآني فيقول لم يصلب إذن وبدون خلوا بالكم هنا وبدون براهين اي براهين وادله يكون الكتاب المقدس محرف والقران هو صحيح بدون اي براهين هذا الادعاء غير مؤسس على اي دليل او برهان تاريخي او حتى منطقي واحد الدافع الوحيد هو الدفاع عن القران وصحته حتى لو كان بادعاء باطل او كاذب. انا ما اعتقدش إنه بجد يعني أنا لما بفكر في الموضوع ده يعني أي محكمة أرضية تقبل بإدعاء غير مؤسس على براهين. أي محكمة ده المحكمة الأرضية يعني مش بتكلم على محكمة سماوية أي محكمة أرضية تبني تبني حكم على مجرد إدعاء دون براهين. وعشان كده يعني بطلب من الاخوه المسلمين ان هم يكونوا بيفكروا في هذا الامر جيدا قبل ما يتهموا المسيحية طيب خليني اخد مداخله واكمل مع حضراتكم الو اخ اخ عابر من من السعوديه اهلا وسهلا بيك سلام المسيح معك ورب يباركك اهلا وسهلا بيك نعم انا بصراحه احب اشارك انه في موضوع اذا تحت لي فرصه عن صلب المسيح موضوع عظيم وفيه وفي اختلافات كثيره لكن انا رسالتي اليوم لاحبائي واخوتي المسلمين انه انه يقرون الانجيل يعني يقرون الكتاب المقدس والانجيل الذي فيه التفاصيل الدقيقه والعميقه لقصه فداء المسيح وصلب المسيح م. والمسيح كما قلت انه تكلم صراحه عن صح. صلبه لم يتكلم خفيه و... و... والمسيح صادق المسيح لا يشبه ولا يخدع بل هو صادق وهو امين وهو جاء للفداء وللخلاص صح. يعني عم. انا ببساطه كلمه انجيل هي كلمه اللي هي بال... باللغه مثلاً خلينا نقول ال... ال... اليونانيه هي ايفانجليون او خلينا نقول بالعبري هي بريد, حد... بريد شاء Yeah. فالإنجيل فف... هو بشارة هل جاء القلب هناك فرح وبشارة الاختلاف على هذا يعني مثلا في القرآن لم يذكر القرآن من هو الشبيه mm -hmm. يعني أنا سؤال اليوم السؤال للمطاوعتنا مع احترام الشديد لهم وشيوخ وشيوخنا لماذا لم يذكر القرآن الشبيه هناك اختلافات يعني أنا أشجع المسلمين يروحوا الموقع إسلام ويب إسلام ويب دوت نت فهناك اختلافات عن الشبيه خمسه اشخاص أيوة. يعني خمس اشخاص أيوة. لماذا هذا الاختلاف آه لكن في الكتاب لماذا هذا الاختلاف والتضارب وايضا كثير من الشيوخ من شيوخ اعتقدوا ان هذه سفسطة وهذا تشبيه وطعن في التواتر لان هذا خداع اذا أيوة. كنت انا اعتقد أن هذا عبد الله وهو ليس بعبد الله اذا هذا سوف يكون طعن في التواتر صح ف, ف... ف... فالمسيح مؤيد بالروح القدس بس. ومعه جبريل م. ومعه الله فلماذا يلجأ الله إلى وضع الشبه يعني أنا عندي سؤال للأخوة أحبائي وإخوة المسلمين هم أهلي وناسي كيف يضع الله وجه المسيح البار القدوس على شخص مجرم أو خائن مثل يهوذا أو غيره حاشا وكلا يعني المسيح إذا كان في اختلافات على من هو الشبيه والكتاب المقدس يعطينا الجواب الشافي الكافي للمسيح إذا كان المسيح حتى في القرآن يعني في القرآن لا يوجد شيء واضح هذا يعني مقول فإن إني مت... عليها اختلافات يعني يا أخوي الغالي هذه الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي لحد الآن في اختلافات رهيبة لذلك طلعت الطائفة الأحمدية القاديانية التي هم قالوا أنه لا هو أغمي عليه و ولم على صلب ولكن اغمي عليه ولكن المسيح صلب ومات بالجسد صراحه وقام في اليوم الثالث حسب الكتب وفي التوراة وفي كتب الانبياء نبوءات كثيره عن صلب المسيح اليهود يعرفون انه الوحده القدماء حخامات اسرائيل القدماء يعرفون انه سوف ياتي المسيح يموت ويحمل خطايا البشريه ففف فهذا رساله المسلمين اليوم او اخوتي في السعوديه بشكل خاص ومطاوعتنا والشيوخ إنه ابحثوا هذه القضية يعني إذا كان <applause> في اختلاف <applause> مصيرك هذه هذه مصير لابد نعرف أن المسيح اليوم لا يخ المسيح جاء يفدينا المسيح ما جاء يقول موتوا لاجلي أيوة. وفدوني كلا بل المسيح كلنا ميت. نحتاج الى فداء كلنا نحتاج المسيح جاء وفدانا فحاشا انه الله الصادق القدوس انه يخدع اليهود كيف يخدع اليهود ومنهم جاء الرسالات والخلاص وهم الامه التي اختارها و... و... والمسيح بني المسيح اساسا المسيح اساسا مش محتاج انه يخدع هو يستطيع لو هو مش عايز كان كان استطاع انه ينهي الامر يعني الذي استطاع ان ينتهر البحر والريح بكلمه الذي صحيح. استطاع انه يقيم الميت بعد ان انتن الا يستطيع انه ينقذ نفسه يستطيع أن ينقذ أو أو نفسه بكل تاكيد طبعا, طبعاً لكن هو جداً قال كده هو قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان صحيح. ان اخذها ايضا اشكرك اخويا من اجل مداخلتك سعيد بمداخلتك الرب يباركك ويستخدمك لمجد المسيح طيب نأخذ مداخلة اخرى الو الو ايوة اهلا وسهلا بك الاخ ايوب نعم انا هو جزء من دراسه وبحث طويل انا عملته لكن راح اقوله بشكل مكثف القراءه او الجمله بالقران اللي بتقول ولكن شبه لهم هي في الواقع شهاده لصلب المسيح وليس كما نفهمه ان هي انكار لصلب المسيح. لاني مهما حاول اللغويين يلعبوا باللفظ الجمله واضحه بتقول ولكن شبه لهم ولم يقل ولكنه شبه لهم اي التشبيه على الفعل وليس على المفعول به الفعل هو القتل هلا هم اليهود او الرومان اما المفعول به الواقع عليه الفعل القتل او الصلب هو المسيح فعم بيقول ولكن شبه لهم هذه الهاء مهمة جدا يتم إغفالها ويغافل عن كثيرين yeah. ولكن ولكن شبه لهم أي فعل لأني القتل عند اليهود يقتل ثم يصلب اليهود لا تصلب أحدا حيا الرومان يصلبوه حي hey. ليموت ليقتل mm -hmm. فلذلك أتت القراءة القرآنية أبو ما قتل وما صلبوه mm -hmm. لكن شبه لهم اي فعل القتل شبه لهم، هلا اذا جينا على ايش آه اللي, اللي صار؟ في بفصل يوسف 151 توفاني مسلما التوفى باللغه هو الاستيفاء يعني مثل واحد عنده دين أخرج منه كاملا وهذا هو نفس اللي قال المسيح على الصليب قد اكمل لان عبودني متوفيك ورافعك اي اخذت كل الرساله في الحياه اديتها يعني يعني أقدر, اقدر 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 اخذ من كلام حضرتك انه حتى اللغه كدليل آآ يعني آآ في 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 صالح الصلب وليس في نفي الصلب يعني حتى بالضبط. لغويا النص آه. هذه الآية اخي انا اهديك اهديك لك ولبرنامجك اول مره هذه دراسه موثقه تثبت ان هذه الايه تثبت صلب المسيح أشكرك. وليست العكس ان هي تنفي الصلب اشكرك لاني ما ولكنه شبه لهم لكن ولكن أي فعل القتل أو الصلب شبه لهم آه. شكرا مستخدمين. شكرا يا خيوب شاكرين على على الإضافة الجميلة دي المداخلتين سواء من الأخ أيوب أو من الأخ العابر بيأكدوا لنا أنه أول حقيقة فعلا التفاصيل الكثيرة جدا عارف لو الموضوع مش حقيقة دايما الكذاب ما يحبش يدخل في تفاصيل بيبان كذب في التفاصيل يعني عشان كده حتى المحققين مثلا ما بيحققوا في قضايا من القضايا هم عايزين يجروا الشخص يقول تفاصيل لانه لما بيتكلم عن التفاصيل التفاصيل هي اللي بتاكد اذا كان صادق او اذا كان كاذب يعني 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 بدون الدخول في لسه حاليا في قضيه انه واحد اتهم انه كان ماشي بالليل واثنين طلعوا عليه وقالوا الفاظ يعني مرتبطه بانه سواء بلاك او او شخص من السود وحطوا الربح حوالين رقبته وهو بلغ البوليس لما البوليس بقى بدا يحقق التفاصيل اللي قالها هو هو هي نفسها اللي حكمت عليه ان هو كذاب. مش حقيقه. فعشان كده رسول الاسلام كان ذكي انه لئلا يظهر عدم الصدق فاكتفى بعباره دون ان يقدم اي تفصيل ليه من تفاصيل صلب المسيح أما الأناجيل الأربعة زي ما انا ذكرت فهي أربعين في المية المكان والزمان الأشخاص الـ الوقت الـ 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 المناسبة أيام الأعياد الرومان اليهود الأسماء الرجالة النساء كله كل حاجة ذكرها ذكرتها الأناجيل ليه لأنه دي حقيقة اللي عنده حقيقة يذكر التفاصيل وهو 180. طيب نيجي بقى للورطة اللي وقع فيها الشيخ منقذ السقار وده موضوع حلقتنا النهارده انعدام الأدلة على صدق الرواية القرآنية بعدم صلب المسيح جعلت مش بس الشيخ منقذ السقار لكن أيضا آخرين أو آخرون مثل الشيخ منقذ يلجؤون إلى الكتاب المقدس يعني الكتاب المقدس اللي موضوعه أساسا محبة الله اللي ظهرت في المسيح يسوع الذي مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا الكتاب كله كواحدة واحدة جعلت عدم وجود أدلة عدم وجود أدلة إسلامية جعلت البعض منهم يلتجئ إلى سفر المزامير كويس ليفسروا على هواه محاولا إثبات أن المسيح لم يصلب محاولا إثبات أن المسيح لم يصلب طيب في على صفحته على الفيسبوك تحت عنوان هل تنبأ المسيح المزامير هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أنا على فكرة أنا عايز أولا قبل ما أتكلم عن الموضوع ده أنا عايز أشكر الشيخ منقذ السقار لأنه انا انا بشعر في دايما في كلامه بالاحترام وبالتقدير وانه فعلا رجل مهذب ورجل لا تخرج يعني الكلمات رديئه من فمه مع المختلفين معاه او مع الـ اي حد بيعرضه حتى بالفكر فانا أنا فعلا من على المنبر هنا بقول أنا بشكرك لأجل هذه الأخلاق الحميدة وكمان أعتقد هو بيدرس كويس وبيقرأ كويس ومتسع الإدراك والفهم لكنه لما بيجي الإيمان المسيح هو عنده خط ماشي فيه هو مؤمن بالنص القرآني وبما أنه النص القرآني بيقول شيء عكس اللي بيقوله الإنجيل بالرغم من وجود الأدلة الكثيرة على صدق الانجيل هو دايما بياخد الصف القراني يعني ده 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 شيء طبيعي كويس فهو في سلسله هل تنبا او تنبات المزامير بصلب المسيح آه عمل آه ست فيديوهات كويس آه الفيديو الاولاني عباره عن آه مقدمه للدراسه بتاعته والفيديو الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس خد مزمور اتنين ومزمور سبعة ومزمور عشرين ومزمور أربعة وثلاثين ومزمور اه واحد واربعين كويس ف هتكلم عن الموضوع دوا ازاي انه الشيخ منقذ فعلا اه اه في تفسيره للمزامير وفي رؤيته لموضوع صلب المسيح معاكس للايمان المسيحي ويخلو ايضا من المنطق ومن الادله خل انا هاخد فيديو الاول اول فيديو هيكون فيه هو بيشرح فيه ليه الدراسه دي اللي هو عملها وليه سفر المزامير وايه هي المزامير الى اخره علشان يقدم لنا بعد كده بقى الادله اللي من المزامير التي تثبت الروايه القرانيه انه المسيح لم يصلب، خلونا نشوف أول فيديو هل تنبأت المزامير بصلب المسيح؟ حادثة صلب المسيح من أهم الأحداث التي مرت على البشرية برمتها، فبحسب النصارى محور حياة البشرية يتمحور حول هذه الحادثة التي شطرت التاريخ إلى قسمين ما قبل الصلب وما بعد الصلب، هذه الحادثة المهمة الأناجيل تتحدث بصراحة ووضوح لا تقبل المواربة أن المسيح قد صلب. على الجهة المقابلة المسلمون يقولون لم يصلب المسيح لأن الله عز وجل أخبرهم بذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم لم يخبر القرآن ولا السنة من هو ذاك الذي شُبه بالمسيح فصلب بدلاً عنه. لكن حين نتخرص هنا ممكن فنقول ممكن بس اقف هنا هو قال حقيقه هنا مهمه جدا بيقول انه الاناجيل ذكرت بما لا يحتمل اي شك يعني اللي قدمته الاناجيل هو ادله لا تحتمل اي شك يعني العباره اللي بيقولها انه في الاناجيل فعلا المسيح قد صلب الاناجيل كلها بتتكلم عن الموضوع ده العهد الجديد كله بيتكلم عن الموضوع ده كويس. اما بقى الروايه القرانيه فهو عنده فقره هي دي الفقره اللي يعني اللي ربنا يعينهم في الخروج من هذه الورطه اللي وضعتها هذه العباره في الفكر الاسلامي نكمل فيديو بأن يهوذا او سمعان القيرواني فانما نردد اقوالا تجلجلت في تاريخ المسيحيه تشهد على ان المسيح قد نجا من الصلب كما اخبر القران وان هناك من صلب غيره بغض النظر من هو ذاك المصلوب. اذا كنا مختلفين نحن والنصارى حول حادثه الصلب فمن الحكم بيننا؟ سنحتكم إلى العهد القديم. النقطة واحدة هنا. وسنحتكم خصوصا واحدة. إلى سفر المزامير. أه خلينا أقف هنا. إحنا مختلفين. يبقى إيه الحكم؟ خلوا بالكم الحكم اللي هيلجأ له غريب جدا. يعني أنا ما شفتش حكم، أنا كمسيحي بؤمن بالعهد القديم على إنه كلمة الله. بأقبل العهد القديم على إنه كلمة الله. وأن العهد القديم موضوعه هو شخص المسيح المسيح كويس سواء حياته ألامه قيامته معجزاته فدائه كل هذه النصوص كويس فكيف له هو أن يلتجئ إلى العهد القديم وسفر المزامير يعني يعني عايز اوريكم قد ايه الورطه بتاعه المسلمين هو مش لاقي اي دليل يعني انا ممكن ارجع له اجيب له ادله من يوسيفس اجيب له ادله من مؤرخين رومان اجيب له ادله من علم الاثار هو مش لاقي مش لاقي دليل واحد يؤكد الروايه القرانيه فبيعمل ايه فهيروح الى سفر المزامير ومشكلته بقى ان هو راح سفر المزامير وده اللي هنتكلم عنه في الاجزاء بتاعتنا خلينا نكمل مع بعض سنحتكم الى العهد القديم وسنحتكم خصوصا الى سفر المزامير. هذه المزامير كتبت قبل حادثه الصلب فهي نبوءات مستقبليه. سنتحاكم الى هذا الكتاب، الى هذه المزامير لنقف منها على ميزان صدق يقبل به النصارى لانه كتابهم ونقبل نحن به المسلمون مع اننا لا نؤمن بقدسيه هذه المزامير. لكن نؤمن بها من باب الحوار والتنزل والجدال. حين نستشهد بهذه المزامير فلا يعني هذا باننا نؤمن بقدسيتها ولا يعني ايضا بالضروره اننا نوافق على ان ما جاء فيها كان بالفعل نبوءات عن المسيح عليه الصلاه والسلام سواء كان عن صلبه او عن نجاته او غير ذلك من الموضوعات. كل المزامير التي سنستعرضها اليوم كلها مما يؤمن به النصارى على انه كان نبوءة عن حادثة الصلب نبوءة عما يسمونه المسيح المصلوب لذلك كان لا ريب ان نؤمن بان هذا الميزان يقبل به الجميع ايها الاحباب الكرام دعونا نضع النقاط على الحروف أين نتفق ونختلف مع النصارى نحن نؤمن أن هناك من صلب في ذلك اليوم كما يؤمن به النصارى نقطة الخلاف بيننا ليست في التفاصيل التي تذكرها الأناجيل إنما في تحديد الشخص المصلوب ما هي التفاصيل دي مرتبطة بشخص المصلوب طيب في مداخله يعني في اخ من مصر عشان موجود على الخط وغالبا ما عندهوش رصيد كتير فخليني اخد المداخله بتاعته وهكمل كلامي على تعليقي على هذا الفيديو. الو سلام بيك يا حبيبي اهلا اهلا وسهلا بيك انا بس ه... يعني انا هقول لك كم نقطه كده عشان نخلص الموضوع على طول. اولا يعني انا عايز واحد ان هو يكون قاضي يسمع اللي انا هقوله. انا عايز اقول له ان انا هقدم لك النهارده قضيه السيد المسيح مدعومه بالوثائق التاريخيه اللي بتقتضي بنصوص المحاكمه والحوار اللي تم بين السيد المسيح وغلاطس البنت الحاكم الروماني <applause> وايضا نصوص الحوار الذي جرى بين السيد المسيح ورؤساء اليهود ومجمع السنهدرين <applause> ثم اردت عليك اقوال الشهود العيان واسمائهم واسماء من حضر عمليه المحاكمه وتفاصيل الاحداث التي وقعت قبل الصلب وفي اثنائها والوقائع التي اعقبت عمليه الصلب وكلها مؤيده بالشواهد التي لا تدع مجالا للشك ثم جاءني شخص ما بعد 600 سنه وهذا الشخص لم يشاهد عمليه الصلب ولا الالام ولا الموت ولا القيامه وبعباره واحده لم تسردها اي وثيقه تاريخيه او اثريه وادعى ان موت السيد المسيح على الصليب لم يحدث وان ما نقراه في الاناجيل هي اوهام. ممكن واحد اخر يقول ان النص الذي يثبت عدم موت السيد المسيح هو من وحي الله. هقول له اثبت انه من وحي الله لاننا هنا هنكون بين امر الو الو اه سوري الخط قطع طيب احنا اللي بيقولوا اللي قال الاخ جمال مهم جدا 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 لانه فعلا زي ما احنا قلت مش ممكن ابدا قاضي ارضي هيحكم بالادله القاضي ليه ادله براهين بين ايده هي دي الاهم وصلب المسيح ما اكثر البراهين اللي موجوده في الكتاب وخارج الكتاب اللي بتؤكد صلب المسيح. فطبعا دي نقطه مهمه اشكرك اخويا جمال الرب رب يبارك حياتك. طيب شفنا اللي, اللي بيعملوا انا انا مش بؤمن بالمزامير انا مش بؤمن بالمزامير بس انا هحتكم للمزامير كويس؟ اللي عمله بقى الشيخ منقذ المشكله ودي الملاحظه بتاعتي انا هحط الملاحظه في اكتر من نقطه اول حاجه شيخ منقذ لما اختار مزامير اختار خمس مزامير مزمور 2 و27 ومزمور 2 ومزمور 7 ومزمور 20 ومزمور 34 ومزمور 41 كويس والمزامير اللي اختارها هم خمسه بس كويس عارفين ليه لانه ما يقدرش يجي ناحيه المزامير الاخرى أقدرش ليه لان المزامير الاخرى فيها بتتكلم عن صلب المسيح وعن موت المسيح وعن عبارات تمت ونبوات مباشره تمت بالضبط ايام صلب المسيح دون ان يوجد اي شك في هذه الحقيقه. حاول الشيخ ان يختار المزامير التي تتحدث عن ضيق المسيا وخلاص الرب ويفسرها على ان المسيح لم يصلب. ترك كل المزامير المسيانيه. ترك كل المزامير المسيانيه التي تتناول موضوع الالم والصلب والموت وكذلك القيامه. لو انا جيت الى الى المزامير سفر المزامير ودرست حتى لو دخلنا على النت وعملنا المسيح في سفر المزامير كويس هيطلع عندي على الاقل 16 مزمور بنطلق عليهم المزامير المسيانيه ما بين 16 الى 19 يعني لكن على الاقل في 16 مزمور لا يختلف عليهم العلماء العلماء في انهم مزامير مرتبطه بالمسيح كويس مزامير المسيانيه اول نوع من المزامير مزامير بتتكلم على المسيح ابن داود تكلم على انه هو الوريث هو آآ آآ الابن الذي يجلس على كرسي داود الى الابد الى اخر مزمور تسعه وثمانين ومزمور ميه اتنين وثلاثين ومزامير اخرى بتتكلم عن التجسد مزمور ثمانيه من هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان الى اخره جعلته قليلا عن الملائكه بمجد وبهاء كللته سلطته على جميع اعمال يدك ده مزمور حتى استخدمه كاتب العبرانيين يتكلم فيه عن المسيح الذي وضع قليلا عن الملائكه بالتجسد ومزمور ايضا 40 يبقى في مزامير بتتكلم عن المسيح ابن داود وفي مزامير بتتكلم عن التجسد طبعا هو مش هيجي ناحيه المزامير دي كويس في مزامير بتتكلم عن تسليم المسيح وخيانة يهوذا خيانة يهوذا وأنه المسيح يسلم مزمور تسعة وستين ومزمور مية وتسعة المزمور أيضا المزامير بتتكلم عن المسيح المرفوض مزمور مية عشر ومزمور تمانية وسبعين المسيح المرفوض مزامير أخرى بتكلم عن الموت وما تبعه مزمور 2 ومزمور 22 وبالاخص مزمور 22 مزمور 22 ده مزمور مهم جدا لانه مليان بالاشارات وبالنبوات الخاصه بموت المسيح من اول عباره الى اخر عباره في المزمور بيتكلم عن هذه الحقيقه مزامير بتتكلم عن النصر على الموت مزمور 16 ما مش ممكن يبقى في نصر على الموت وانه يعني لن تترك تقيك يرى فسادا الى اخره طبعا ما يجيش جنبها لانه عشان يبقى في قيامه كان لازم يبقى في موت كويس مزامير بتتكلم عن خدمه المسيح مزمور 40 ومزمور 45 ومزمور 110 مزمور بتتكلم عن ملك المسيح المسيح وملكه الابدي مزمور 72 ومزمور 68 ويس. لما نيجي بقى للدكتور منقذ عملي هو اخذ المزامير وفيها عبارات اللي هي انه يعني الله سمع له الله ينقذه وقال انه بما انه في انقاذ وفي سماع من الله يبقى مش ممكن الله يسمح لنبيه عيسى ان يصلب ودي نقطة الخلاف بيني وبين او بين الايمان المسيحي وبين الاسلام. مشكلة المسلم انه يريد ان يفرض ايمانه عليك، بمعنى ايه؟ هو لا يرى في موت المسيح خلاصا للبشرية. هو لا يرى في موت المسيح موت كفاري نيابة عن الانسان وعن خطيته. كويس؟ هو لا يرى هذا. لا يرى هذه الامور. لا يرى أهمية الكفارة ولا يرى أنه مجروح لأجل معصينا ومسحوق لأجل آثامنا وتأديب سلام عليه وبحبور شفينا هو الصليب بالنسبة له حادث مأساوي حادث مأساوي لا يزيد على كونه حادث مأساوي حدث لنبي نبي الله أما الصليب في فكرنا نحن المسيحيين فهو قوة الله للخلاص قوة النظرتين دول مختلفين. يعني قد يكون في دفاعه عن عدم صلب المسيح، كويس؟ نية إنه إنه يعني يقول حاشا أن المسيح يحصل لا كذا وهو نبي الله. أما فكرنا نحن فالمسيح مات جاء مخصوص لكي يموت. جاء لكي ما يحمل خطايانا. وده الفرق الشاسع ما بين الفكر الاسلامي وما بين الفكر المسيحي. قبل ما اخد الفيديو الثاني للدكتور منقذ خلوني اخد مداخله واكمل مع حضراتكم. الو؟ 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 سلام ونعمه. سلام اهلا وسهلا اخ زكريا. سلام ونعمه. سلام ونعمه، اهلا وسهلا بيك. واشكرك على البرنامج الاكاديمي عبر الكتاب ربي يبارك أي, اي عبر من عبر الكتاب المقدس لعبر الكتاب يعني في البدايه تقديم رساله للشعب المفضل ممكن؟ اه تفضل تفضل الو اخذ أخو زكريا وطي التلفزيون شوية عشان أنا سايم على التلفزيون عامل صدى أيوه أوكي الو ألو طب الصوت مش واضح خالص أخويا زكريا أنت أه اتفضل عشان أنا عندي بس 10 دقايق أ... فخل المداخلة بتاعت حضرتك بسرعة ألو لسه سامع صدى صدى صوت طيب اخد الاخ داود من امريكا ابو داود الو الو إيه نعم الو 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 اهلا وسهلا بيك ابو داود معك اهلا وسهلا يا اخ ابو داود أه انا وياك على الهواء نتكلم اه تفضل انا سامع اه انت على الهواء أه الكتاب سلام المسيح معك والرب يباركك والرب يباركك تفضل الكتاب آه المقدس العادل 330 نبوءة هي اللي تشهد بميلاد المسيح ومجيء المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح وصلب المسيح. م. تعليقي أنا مو هذه بس لكن لما يسمون النصارى يهينونا بهالطريقة هذه يهينونا إهانة مباشرة. احنا عدة مرات وضحنا لهم احنا مو نصارى. نحن مسيحيين ندور حول الرب يسوع المسيح النصارى الأبيونية هو ورق النوفل صح. الذي ترجم الكتاب المقدس من العبرية إلى العربية بأغلاط كثيرة وشم ثم سلمه إلى صهره وتلميذه محمد آه. ورقب النوفل كتب خمسة 25 صورة مكية وسلمها إلى محمد وهذه هي تعاليم النصرانية فإذا يا أخوان المسلمين أنتم نصارى بالضبط إحنا مسيحيين ربي, ربي, ربي بارك يا أبو داود شكرا لك طيب أجي لي أه أوضح موت المسيح في سفر المزامير موت المسيح في سفر المزامير المزامير اللي هو مش هيجي جنبها ولا يتكلم عنها كويس الصلب الصلب في مزمور 16 انه قد احاطت بي كلاب جماعه من الاشرار مزمور 22 وعدد 16 سوري اه اكتنفني اه ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي طبعا مش هيجي جنبها الدكتور منقذ احصي كل عظامي اه يتفرسون ينظرون ويتفرسون اه في اتحققت فين؟ اتحققت في يوحنا وأصحاح 19 و18، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معهم من هنا ومن هناك ويسوع في الوسط الصلب. كويس؟ حادثة الصلب مزمور 22 وعدد واحد يقول إلهي إلهي لماذا تركتني تحققت في صرخة يسوع في متى 27 وعدد 46 وهو على الصليب ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني الاستهزاء بالمسيح في مزمور 22 وفي عدد سبعة وفي عدد ثمانية كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لانه سر به اتحققت فين؟ اتحققت في متى 27 وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة ايام خلص نفسك ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنه ايضا وهم يستهزئون مع الكتب والشيوخ قالوا خلص اخرين واما نفسه فلم يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله سقوه خلا مزمور تسعه وستين وعدد واحد وعشرين وفي عطشي سقوني خلا متى سبعة وعشرين عدد اربعه وثلاثين اتحققت اعطوه خلا ممزوجا بمراره ليشرب على ثيابه ألقوا قرعه مزمور 22 وعشرين وعدد 8 يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون اتحققت في سبعة 27 وعدد 35 ولما صلبوه اقتسموا ثيابهم مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا عظمه من عظامه لم تكسر يقول هنا في خروج 12 وفي مزمور 34 لا تخرج لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج وعظما لا تكسروا منه دخلوا في الفصح ويقول ايضا ويقول ايضا في مزمور 34 يحفظ جميع عظامه واحده منها لا ينكسر خلونا نقف هنا لان الشيخ منقذ في فيديو في الفيديو بتاعه في مزمور آه لا مش هناخد الفيديو لكن هعلق عليه انه في مزمور 34 بيقول ايه انه النبوة دي مش ممكن تكون اتحققت لانه لما دقوا المسامير في المصلوب لما بيدقوا المسامير بيكسروا عظام يديه انا معرفش جايب الحقيقة دي منين ما اعرفش جابها منين لكن عايز اقول لك يا دكتور منقذ انه الكف ايضا لا يستطيع ان يتحمل الجسد بوزنه الثقيل عشان كده كان الرومان لما بيجوا يي 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 يصلبوا كانوا اوقات بيدقوا المسمار هنا في اليد من اسفل ما بين العظمتين المسكين اليد لانه ده يقدر يحتمل جسم المصلوب وعندنا اثار كتيره موجوده بتورينا هذه الحقيقه كويس الحاجه انه النبوه دي اتحققت واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات الرومان قالوا علشان نعجل بالوقت وعلشان كمان داخلين على نهايه اليوم وده كان عيد وسبت فقالوا نعجل بموت المصلوب عشان يعجلوا بموت المصلوب بيكسروا رجليه ليه؟ لانه لما رجليه تتكسر هو هو وهو معلق على الصليب هو بيدوس برجله علشان يقدر يتنفس يعني عشان يقدر الرئتين تتملي هوا كان كان بيضغط برجله عشان يقدر يملأ رئتيه هوا علشان يقدروا بقى ان هو يموت بسرعه وما يكونش بتنفس بهذه الطريقه يكسروا رجليه فما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعه. لما جم للمسيح بقى عشان يكسروا عظامه زي ما كسروا عظام اللي الصين اللي كانوا موجودين واحد عن اليمين واحد عن اليسار يقول ان هم لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه قد مات لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه وأيضا يقول الكتاب كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه يعني الحاجتين اتعملوا اتحققوا في المسيح نبوه خروف الفصح انه لا تكسر عظامه ونبوه اشعياء سوري ونبوه مزمور 34 عظمه من عظامه لا تكسر وكمان نبوه سفر زكريا انه انه ينظرون الى الذي طعنوه كويس ده أنا عارف الوقت لم يسعني إن أنا أقدم كل حاجة، كان نفسي أقدم أكثر من فيديو وأناقش كمان اللي بيقوله الدكتور منقذ، لكن الحقيقة واضحة. الحقيقة واضحة وضوح الشمس، المسيح مات ودفن. المسيح قام وظهر، وهذا كله لكيما نخلص نحن بموته وبقيامته، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم.